التجوية الميكانيكية. يرجع نشأة العديد من الظواهر الجيومورفولوجية المنتشرة في كثير من المناطق الجبلية إلى التجوية الميكانيكية، والتي هي إحدى أنواع عملية التجوية، حيث تنقسم التجوية إلى تجوية ميكانيكية وتجوية كيميائية. ويمكن تعريف التجوية الميكانيكية بأنها العملية التي يتم من خلالها تفكك وتحطم الصخور دون حدوث تغير في التركيب المعدني لهذه الصخور، مع بقاء المواد المحطمة والمفككة من الصخور في موضعها دون أن تنتقل هذه المواد المفككة إلى مكان آخر. تحدث التجوية الميكانيكية بعدة طرق، أهمها أولا التمدد والانكماش، فالصخور في المناطق الجبلية تتعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة النهار، مما يؤدي إلى رفع درجة حرارتها، وخلال فترة الليل تنخفض درجة حرارة هذه الصخور، ونتيجة لتكرار ارتفاع وانخفاض درجة حرارة الصخر يتمدد وينكمش الصخر. وبحدوث التمدد والانكماش بشكل متتالي يتفكك الصخر ويتحطم، ويطلق على هذا الشكل من التجوية الميكانيكية اسم التجوية الحرارية. ثانيا التجمد، فعندما تسقط الأمطار على قمم الجبال تتوغل هذه المياه في الشقوق والفواصل الصخرية، ونتيجة لانخفاض درجة الحرارة فوق هذه القمم تتجمد المياه داخل الشقوق، ويزيد حجم المياه المتجمدة بنسبة 9%، ونتيجة لنمو وزيادة حجم المياه المتجمدة داخل الفواصل والشقوق الصخرية تحدث ضغوط شديدة داخل هذه الفواصل والشقوق، مما يؤدي إلى تكسر وتفكك الصخور، ويطلق على هذا الشكل من أشكال التجوية الميكانيكية اسم التجوية بفعل الصقيع. ثالثا النمو البلوري، فعندما تسقط المياه التي تحتوي على الأملاح وتتوغل هذه المياه داخل الشقوق والفواصل الموجودة بين الصخور، بمرور الزمن تتبخر المياه تاركة وراءها ترسبات ملحية في داخل الشقوق والفواصل. هذه الأملاح تنمو ويزداد حجم بلوراتها الملحية داخل الصخور، فينتج عن ذلك التمدد والنمو ضغوطا شديدة داخل الصخر، ومن ثم يتفكك الصخر ويتحطم، ويطلق على هذا الشكل من التجوية الميكانيكية اسم التجوية الملحية.